اهلا بيكم. سؤال، هل تؤمن بوجود حياة خارج العمل؟ بعضنا، وبتكلم دلوقتي مش على الناس اللي لسه بيدوروا على شغل، لا انا بكلم حضرتك الاستاذ المستقر اللي موجود في شغل بقالك يمكن سنين. بعضنا اتصدرت لنا فكرة، وطبعا خدعة كبيرة جدا من سوق العمل، انك كل ما تدي شغلك ساعات اكتر كتير كل ما شغلك يديلك اكتر كتير. والحقيقة بقى انه دي خدعة كبيرة. الحياة خارج العمل اصلها بيبتدي من زمان قوي في نظم التعليم الجيد، في حاجة اسمها extra curricular activities او مهارات خارج الدراسة، ودي اللي احنا كنا زمان في المدرسة بيسموها يعني حصة الانشطة، حصة النشاط. حصة النشاط دي اداريها حاجة مهمة جدا جدا في تطور ونمو شخصية البني ادمين. لما اتغيرت الظروف وبمرور السنين كده ما بقت حصة النشاط دي ياخدوها يعملوا فيها حاجة دراسية او ما تتخدش، او اصلا شكل التعليم كله بيعدي بتحديات، اتغيرت كمان شخصية المنتج النهائي او المنتج الطالب نفسه بقى شكله مختلف. علشان كده كل ما التعليم بقى أفضل أو جودته أفضل، كل ما تلاقيه إنه بيركز على حاجة اسمها extra curricular activities أو المهارات خارج الدراسة، ويبقى حتى التقدم للجامعة من ضمن متطلباته إن الشخص ده يبقى بيعمل حاجات جنب الدراسة، يعني حاجات زي إنه عضو في عمل تطوعي، إنه بيلعب رياضة، إنه بيمارس هواية ما. وتطورت الحكاية دي بكل هدوء وبقت جزء من القبول في الجامعات، وكمان إنها تديلك بونس أعلى علشان تتقبل في جامعة أفضل. لحد هنا وإحنا متخيلين الكلام ده مش لينا، ده بتاع الشباب الصغيرين يعني اللي لسه بيحاول يدخل جامعة. الحقيقة إن هي موجودة لحد دلوقتي، موجودة عندك في السي في مثلا، إنك عندك سكشن كده أنت بتكتبه وما بتاخدش بالك منه، الهوايات، فتروح ضارب الثلاث كلمات المعروفة، القراءة وسماع الموسيقى وأي حاجة، وإنت لا بتقرأ ولا بتسمع موسيقى أصلا، بس إحنا بنكتب الهوايات. الهوايات جزء من المعايير اللي بيتحدد على أساسها الشخص ده شخصيته إيه مش مهاراته إيه. والشخصية في بعض الوظائف أهم بكتير من المهارات، عشان كده الحتة أو الجزء اللي يخص الهوايات مهمة جدا. لحد كده والكلام برضو مش ليا يا جماعة، أنا مش بقدم على شغل، أنا راجل في الشغل بقالي سنين طويلة، بل وكمان ده أنا من أهم الناس في شغلي، وبالتالي أنا حياتي كلها شغلي. دي الجملة اللي لازم تتغير بدءا من اليوم اللي تكتشف فيه إنه حياتك كلها مش شغلك، وإنه كل ما حياتك تبقى كلها شغلك كل ما فرصك في إنك تكبر في شغلك بتقل. ليه؟ لأنه الشخص اللي ما عندوش حياة خارج العمل، أو اللي مش بيقدر أو بيقول إن أنا مش بلحق أعمل أي حاجة غير شغلي طول اليوم، بيقف عند حدود اللي شغله يقدر يقدمه له أو يعلمه له، بينما هو شغله نفسه عايز منه مهارات اجتماعية، وعايز منه علاقات، وعايز منه أحياناً لغات، وعايز منه كورسات جديدة. عايزين مننا كل الحاجات دي، لكن عايزيننا كمان نقضي كل وقتنا في الشغل. الحسبة ما تمشيش كده. طيب إذا اتفقنا أنه ضروري يكون لي حياة برا الشغل، كل اللي بيسمعني دلوقتي هيقول ده كلام المرفهين، لأن أنا مش لاحق أصلاً، أنا برجع من شغلي ساعتين في المواصلات وساعتين الصبح، فبرجع من شغلي مقتول وعلى آخري، وانتوا بتقولوا كلام بتاع تنمية بشرية أو بتاع ناس مرفهين. خليني أمشي معاك في الفكرة الأخيرها، لأنه حتى التنمية البشرية فيها مدارس كتير، في مدارس واقعية وفي مدارس مثالية أكتر من اللازم. في كتاب مشهور بيحكي عن الحياة برا الشغل اسمه The 5 AM Club. الكتاب ده ببساطة حل معضلة الناس اللي ما عندهاش وقت بعد الشغل، فاخترع لهم وقت قبل الشغل. والكتاب بيقول كده انه عمل نظرية، او صاحب الكتاب قال ازاي حياته اتغيرت لما بس بدأ يصحى ساعتين الصبح بدري عن الميعاد اللي كان متعود يصحى فيه. يعني مثلا كان متعود يصحى 7 الصبح، فبقى بيصحى 5 الصبح، وطبعا ده معناه انه بينام ساعتين بدري، لكن لما صحي ساعتين بدري الصبح حياته اتغيرت. وعلى مدار الكتاب بياخدك في رحلة عظيمة جدا ازاي حياته اتغيرت، وبقى عنده دافع قوي انه يقول لناس كتير يبقوا كلهم معاه في النادي الخيالي ده اللي اسمه نادي الخامسة صباحا. وبعض الناس بقى خدتهم الحماسة انه الـ 5 AM Club ده بقى يخلي الناس تحط لك نظريات ويقول لك انا بصحى الساعة 5 الصبح، من 5 ل 5 ونص بلعب رياضة، من 5 ونص ل 6 ونص بقرا كتب، ومن 6 ونص ل 7 ونص بفطر فطار صحي، والكلام العظيم المثالي. مرة تانية، احنا هنا مش عشان نبقى مثاليين اكتر من اللازم، مفهوم جدا في الحياة كلها
انه ما فيش حد فينا يومه بيمشي بالورقه والقلم بالظبط كده، وما فيش حد فينا ما عندوش التزامات، وانه في واحد بيصحى الصبح يجري ورا اولاده علشان عنده التزامات ناحيتهم، وفي واحد بيرعى حد مسن او كبير. فبطبيعه الحال مش لازم كل الناس تصحى 5 الصبح تجري سعيده في الشوارع، لكن ينفع كل الناس يبقى عندها حياه خارج العمل. مش لازم كل الناس اللي عندها حياة بره الشغل تبقى الحياة دي الساعة 5 الصبح، لكن كمان مش الطبيعي أبداً إن كلنا نتحول لآلات في ماكينة كلها بتدور لأجل إني آكل وأشرب وأنام وأصحى آكل وأشرب وأنام. اللي كسروا الدايرة دي هم الأشخاص اللي قدروا يكونوا higher quality people أو أشخاص أعلى جودة. يعني حصل لهم إيه؟ لما عملوا نشاطات بره الشغل، يعني مثلاً عملوا عمل تطوعي يوم واحد في الأسبوع والتزموا إنهم يروحوا كل أسبوع الخدمة التطوعية اللي بيعملوها دي، قرروا إنهم كل أسبوع هيقروا كتاب، قرروا إنهم كل يوم هيمشوا نص ساعة. إيه اللي حصل في حياة الناس دي؟ بيتقال كده إنه الناس دي بقت ناس أكثر جودة، ولما بقوا أكثر جودة ده انعكس على مرتباتهم وعلى دخلهم حتى في وظائفهم العادية اللي كانوا بيرجعوا لها واللي كانوا في الأساس بيشتكوا إنها بتعطلهم عن إنهم يبقى لهم حياة برا الشغل. ببساطة كده، كل ما جودة حياتك بتعلى ده مش بس بينعكس على مزاجك لكن كمان بينعكس على مرتبك. المفاجأة بقى إنه حتى الوظائف اللي كانت بتطلب من موظفيها إنهم يقعدوا وقت أطول مثلاً أو يقضوا ساعات أكتر، لما بيظهر فيها أشخاص عندهم مواعيد مقدسة لحاجات هم بيعملوها بره الشغل، حتى المؤسسات دي ابتدت تحترم إنه الناس دي عندها حاجة بره الشغل. والقصص دي كتيرة جدا. واحدة مثلا قررت انها تلعب رياضة بعد الشغل كل يوم من الساعة 6، فبدأت من الساعة 6 او 6 الا ربع مثلا لازم تمشي من اي اجتماع مهما كان اهميته لان عندها ارتباط. بدأت بمرور الوقت في اول مرة وفي تاني مرة كان الموضوع تقيل على المؤسسة، لكن بمرور الوقت بدأوا يقولوا هم لوحدهم وهم في وسط اي اجتماع مهم يلا نخلص بسرعة عشان فلانة عندها تم ميعاد التمرين. ببساطة اللي فينا بيختار انه يحسن من جودة اختياراته بتتحسن جودة حياته، واللي بيحسن جودة حياته غالبا بتبقى انتاجيته افضل وبالتالي حتى دخله من شغله الاساسي بيزيد. انا متحمسة جدا للفكرة دي لاني شفتها في ناس كتير، وتقريبا العامل المشترك في كل حوار عملته مع كل شخص ناجح يا اما بيصحى بدري يا اما بيعمل حتة زيادة عن اللي الناس كلها بتعملها. شاركونا وقولوا لنا كده لو عملت حاجة بره الشغل فرقت معاك في حياتك العملية، أو لو اتقابلت في وظيفة مثلا بسبب حاجة أنت كنت بتعملها بره الشغل. أنا شخصيا أول وظيفة اتقابلت فيها في حياتي اتقابلت فيها مش لأني خريجة كلية صيدلة، اتقابلت فيها لأني قريت رواية كينجلير، والإتش آر يومها سألني كده قال لي بتقري؟ قلت له آه بره. قال لي آخر كتاب قريتي إيه؟ قلت له آخر كتاب كينجلير. ولأنه كان راجل مثقف فضل يسألني في تفاصيل القصة، كانت رواية لشكسبير طبعا. أنا بسببها اتقابلت في أول وظيفة في حياتي. أنا بشجعكم تشاركونا لأنه أنا عارفة أنه كل الناس عندها حكايات كتير.